عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: فمن؟ إذا كان من كان قبلنا لو دخلوا جحر ضب لدخلته هذه الأمة، يدل على ماذا؟ يدل على شدة متابعة هذه الأمة لمن سبقها حتى في الأمور الضيقة العسرة، وهذا مأخوذ من التنصيص على جحر الضب. وبالتالي يستفاد فائدة، وهي أن ما كان من جحور ما سوى الضب من باب أولى، فلو كان جحر أسد أو ذئب أو ما شابه ذلك من هذه الحيوانات فمن باب أولى. ويستفاد من هذه الجملة ومما سبقها النهي الشديد عن متابعة هذه الأمة لخطوات وسنن من كان قبلها، وهذا ظاهر من النص. ويستفاد أيضا وجوب تعلم طرق الأمم السابقة، وتعلم ذلك موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فبدلالة اللزوم يلزم على أفراد هذه الأمة أن تعرف خطوات الأمم السابقة، والوصول إلى ذلك يسير، وذلك بالاطلاع على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.